السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنتكلم في حاجة جديدة، اظن حاجة ان شاء الله هتعجبكم زي ما هي عجباني كده. الموضوع لما بقعد افكر فيه مع نفسي كده بحس اللي هو ايه، فعلا محتاجة اناقش فيه نفسي واقرأ فيه كتير واسمع فيه من كذا حد. الموضوع ده هو موضوع استحضار والإحساس بقيمتك، استنتاج قيمتك، هتشوف نفسك ازاي، سواء انت شايف نفسك ازاي او الناس شايفاك ازاي. فخلينا نبدأ بأول حاجة، نظرتك لنفسك. الإنسان بتبدأ نظرته لنفسه أو نظرة الناس ليه بنظرته لنفسه الأول. فخلينا نشوف أول حاجة هنتكلم فيها هو نظرتك لنفسك. إزاي أشوف نفسي؟ ويعني إيه أشوف نفسي؟ أشوف نفسي بقى أتكبر وكده، ولا أشوف قيمتي، أحس بقيمتي؟ مش عارف، خلينا نفكر مع بعض. أولاً، ايه اللي ممكن يخلي للانسان نظره، يعني يبقى حاسس بحاجه كده، يعني حاسس بقيمته، حاسس بنفسه، خلاه يشوف نفسه ايه؟ يعني الحاجات اللي هو عملها خلته يشوف نفسه ايه. فخلينا نشوف اول حاجه ازاي اولد نظرتي لنفسي نظره سليمه سويه ولا مبالغ فيها فيكون تكبر ونرجسية والكلام ده، ولا أكون شايف نفسي أقل بكتير من قيمتي فبالتالي أكونش مقدر قيمتي كويس ومش شايف نفسي كويس. فخلينا نشوف أول حاجة إزاي بتتولد القيمة، إزاي قيمتك بتتولد جواك. أنا مختار كلمة توليد لأنها فعلا بتتولد. انت ما بتبقاش مثلا صحيت من يوم وليله كده وشايف نفسك جامد جدا وبتاع مش عارف ايه، لا، انت بتولد النظره دي جواك نتيجه حاجات انت ممكن ما تكونش حاسس ان انت ايه ترتيب الحاجات دي هي اللي ولد جواك قيمتك بنفسك. لا، انا هخليك دلوقتي بقى تقرا نفسك، تشوف نفسك فعلا انا فعلا قيمتي اتولدت من ان انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا، ففعلا بدأت أحس بنفسي، بدأت أحس بقيمتي. يا أنا فعلا لولا إن أنا عملت كذا وحققت كذا ما أظنش إن أنا كنت أحس بنفس الإحساس ده. فأول حاجة ممكن تخلي الإنسان يحس بنفسه أو تولد جواه الشعور ده هو الإنجاز. الإنجاز هو بيحقق إيه؟ بينجز إيه في حياته؟ بيعمل ايه لنفسه وللي حواليه؟ فانت بتنجز ايه؟ هل حياتك متوقفه على يعني بص لنفسك كده، غالبا معظمنا في السن ده، في السن بتاعي، بيبقى باصص لنفسه او شايف نفسه اللي هو ايه، انا عليا مسؤوليه، اللي هو ايه، انا بتعلم وده كفايه عليا قوي، كفايه عليا قوي ان انا ايه بتعلم وكده وحلو قوي كده، مش يعني كده كفايه. ف انت انجزت ايه؟ انجزت ايه بجد؟ انا ببص لها كده، انت بتتعلم بس، طب ها انجزت ايه؟ تتعلم بس. قد يرى الناس اللي هي بره الموضوع، بره التعليم، ان انت يا ده انت بتتعلم، ده انت في كلية كذا، ده انت جامد جدا، ده انت مش عارف ايه، لكن بجد انت بقى بص لنفسك، ما هي نظرة الناس ليك بتيجي من جواك انت. فانت بص لنفسك بقى، انت بتعمل ايه؟ انت حققت ايه؟ هل التعليم بس؟ هل ان انت مثلا في كلية كذا، هل هو ده الانجاز الاقصى في حياتك؟ ولا في حاجات تانية ممكن تنجز فيها
ممكن تحقق فيها. وده ياخدنا النقطة تانية هنتكلم فيها في فكرة توليد قيمة نفسك جواك ونظرتك لنفسك. ايه هي الحاجة التانية دي؟ الاهداف، الاهداف اللي انت حاططها لنفسك وحجمها. يعني انت لو حاطط لنفسك اهداف صغيرة فغالبا هتكون ايه، يعني اهداف صغيرة اللي هي ايه، يعني مثلا مش بقولك مثلا ايه ان انت تعمل تذاكر النهاردة شابتر كذا وكذا وكذا، فدي اهداف صغيرة. فايه اهدافك الصغيرة دي هتولد جواك فكرة، لا انا قصدي انت عايز تكون ايه. عارف انت في اغنية مش فاكرها قوي بالظبط بتقولك ايه اللي هو ايه، انت مين، او متردد دايما بحاجة زي كده، يعني مش فاكر الاغنية قوي، لا الاغاني الحماسية دي. فانت بص لنفسك انت عملت ايه، واحد انت اللي هي انجزت ايه، اتنين انت هتعمل ايه، انت حاطط قدامك اهداف ايه، يعني مدى او حجم الاهداف اللي انت حاططها ده بيولد جواك نظرتك لنفسك. لو انت حاطط اهداف انا هتخرج وابقى موظف في بنك كذا كذا وحلو قوي، ولا هتخرج واتوظف في بنك لفترة معينة على ما اعمل مبلغ كويس وابدأ اعمل المشروع بتاعي اللي هو كان كذا كذا اللي انا بحلم بيه، او هبدأ افكر في مشروع اعمله مع وظيفتي دي لحد ما استقر على المشروع ده وابني جزء منه كبير يكفيني، وبعد كده ممكن اتخلى عن الوظيفة او ممكن لا وابني المشروع ده واكبره و و و و. فانت حاطط لنفسك هدف كبير شوية ان انت يبقى ليك اسم بقى وبراند وبتاع ومش عارف ايه، فانت طبيعي هتكون شايف جواك ان انت حاجة هتبقى كبيرة. انت جواك دلوقتي حاجة اساسا كبيرة بتفكر في حاجة اكبر منك، يعني انت دايما، وده اللي دايما بقوله حتى للناس القريبة مني، اخواتي مثلا يتعاملوا ازاي مع اولادهم، او مثلا حد قريبي بنصحه مثلا يتعامل ازاي مع ابنه مع بنته كده، دايما اقول له ايه، ادي لابنك او لبنتك مساحة من التفكير ان هو يحلم نفسك تطلع ايه، ناقشه في الحاجات دي. فانت لما تدي له مساحة من هو صغير للحاجات دي هيبدأ يفكر في حاجات اللي هو ايه اكبر من سنه، اللي هو يعني ممكن يبقى مثلا طفل عنده مثلا 10 11 سنة وبيبدأ يفكر في مشروع ويبدأ ينفذه فعلا، مع انه مش محتاج الفلوس، بس انا بتكلم في ايه، فكرة ان انت اديته المساحة وحرية ان هو يفكر في حاجة اكبر من سنه. وده امر اساسا ممكن نتطرق ليه في حلقة تانية، اللي هو ايه دايما تفكيرك يكون اعلى من سنك، فده ممكن نتطرق ليه في حلقة تانية ان شاء الله، وازاي يعني تطور الموضوع ده عند طفلك وعند نفسك اساسا. يعني فاحنا وصلنا لايه، لنظرتك لنفسك توليدها بينشأ من ايه، توليد نظرتك لنفسك بينشأ من الانجازات اللي انت بتعملها والاهداف اللي انت حاططها لنفسك حجمها قد ايه، ده بيأثر على نظرتك لنفسك. طيب في حاجة تاني ممكن تأثر على توليد نظرتك لنفسك، في حب النفس، حب النفس، وبكرر حب النفس، حب النفس، حب النفس، حب نفسك، حب ذاتك، وحب ما انت عليه حتى لو وحش حبه. خلينا بس نحبه كده الاول، حسسه ان انت بتحبه، يعني ايه اديله مساحة كده من الحب والحضن والاهتمام والكلام الجميل ده كله، بعد كده بقى ابدأ فكر هتتعامل ازاي مع الحاجة الوحشة اللي انت بتحبها دي، هتعالجها ازاي، بس حبها الاول، حبها عشان انت لو ما حبتهاش مش هتعرف تعالجها. يعني مش بقولك حبها بقى ايه اللي هو ايه، لا ده انا جامد جدا، ده انا مش عارف بعمل كذا، انا بقى ايه جامد بوفتيكا ومش عارف اعمل كذا وانا مش محتاج كذا، لا انا بقولك حب ما انت عليه. يعني مثلا خلينا نقول انا مثلا ايه عندي كرش صغنن كده وبتاع مش عارف، وقرفني ومش طايقه والكلام ده كله،
طيب انا ايه عايز اغيره، عايز اشيله، عايز انزل الكرش ده. فانا بدات افكر بقى، لا انا مش طايق نفسي، انا مش عارف ايه، انا مش كذا، انا مش طايق نفسي بقى ومش عارف اتعامل مع الموقف خالص. ولا لما اقول ايه، والله انا جامد برضو، لا شكله حلو والله، بس لا شكله كده هيأثر على نفسي ومش عارف ايه، والمشي كتير وهيأثر على ظهري وفقرات، حتى مش هيأثر دلوقتي بعدين يعني بعد زمن طويل يعني هيأثر على فقرات. طب لا عايزين نشيله مع ان حب والله، بس هنشيله. فانت حسست نفسك ان الموضوع هين، انت متقبل الامر، لكن عشان حاجات هدفها اعلى وحاجات عقلانية اكتر فانت محتاج تشيلها، مش عشان انت مش طايق نفسك. انقل الموضوع من حب وكره ليه مفيد وغير مفيد، مع ان انا اساسا محتاج النصيحة دي، يعني انا محتاج النصيحة دي جدا، اللي هو ايه اشيل الفكرة حب وكره عشان الموضوع ده معلق بالنسبة لي جدا، ان انا ايه ساعات بربط الموضوع بالحب والكره، بتعامل مع الحاجة بالحب والكره، مش كل الحاجات، في حاجة معينة كده بتعامل معها بالموضوع ده ان شاء الله تخلص منها قريب. فانقل الموقف من انا كاره شكلي ده جدا ومش طايقه وعايز اغيره عشان انا مش حابه، ليه انا متقبل شكلي ده وحبه والله، بس عشان بس ايه هيأثر على مستوايا في الجري، مستوايا في المشي، مش هقدر امشي كتير بسببه، مش هقدر اعمل مش عارف ايه بسببه، لا هيخلي مش عارف مشيتي ابطأ كده. فانا حولت الموقف من انا كاره شكلي الى انا محتاج اغير شكلي عشان اقدر اؤدي وظائف جسمي، او جسمي يؤدي وظائفه بشكل منتظم وبشكل سليم وبشكل فيسيولوجيكالي يعني بشكل طبيعي وفل، مش انا كارهه وعايز اغيره عشان كارهه، لا. فاحنا ايه وصلنا لايه؟ وصلنا لحب الذات، وحب الذات المفيد مش المضر، مش النرجسية اللي انا قلتها في الاول والغرور والتكبر والحاجات دي، لا، حب الذات وحب النفس المفيد الصحي كده. احنا قلنا ايه؟ قلنا نظرتك لنفسك تولدها من الانجازات اللي انت بتعملها، من الاهداف اللي انت حطيتها لنفسك حجمها قد ايه، من حبك لنفسك، حبك المفيد، حب الذات المفيد، وحب الشكل المفيد، حب كل حاجة المفيد. بعد كده احنا كده قلنا ايه جزء توليد حب، او توليد نظرتك لنفسك، توليد نظرتك لنفسك جواك. ندخل بقى ايه اللي ممكن يأثر على تحقيق النظرة السليمة لنفسك، او انت عايز تعمل تبص لنفسك نظرة سليمة صحية كويسة هتفيدك، ايه بقى اللي ممكن يأثر factors affecting نظرتك لنفسك، العوامل او العناصر اللي هتأثر على نظرتك لنفسك. انت نفسك تبص لنفسك ان انت شخص كويس، بتعرف تعمل انجازات، بتعمل كذا، مش عارف ايه، حاسس بقيمتك. فايه اللي ممكن يأثر في الحاجات دي؟ اولا حاجات لا دخل لنا بها، لا دخل للشخص اللي هو عايز يبص لنفسه، لا دخل له بها. بتبدأ من ايه؟ بتبدأ من هو لسه بيبي صغنن، او لا مش بيبي، لسه طفل عنده 5-6 سنين لحد مثلا 15 سنة او 17-16 سنة. الفترة دي في عامل مؤثر على نظرتك لنفسك انت نوعا ما مش متحكم فيها، مش بمزاجك، انت محطوط قدام الموضوع ده، كان مش عايز اقول مجبر عليه، بس انت محطوط قدامه، طلع حلو خير وبركة، ما طلعش حلو انت لازم تتعامل معاه وتحاول تصلحه بعدين بقى لما تكبر وتفهم ان المفروض كان يتعاملوا معاك كذا، فتبدأ تصلح بقى الموضوع. ايه هو؟ العيلة، تعامل اهلك معاك، تعامل اهلك معاك، ازاي مامتك بتعاملك،
ازاي باباك بيعاملك، ازاي اخوك بيعاملك، ازاي باباك بيعاملك، مامتك، اخوك، اختك. فنظرتك لنفسك هتتأثر بالناس اللي حواليك دي، الناس اللي هم عيلتك وانت صغير. في الفترة دي انت شخصيتك بتتكون وشخصية طفلك وطفلك بيتكون في الفترة دي. فانتوا لو بصيتوله وحسستوه ان هو شخص قليل في حاجة، هيكبر هي دايما شايف نفسه قليل في الحاجة دي، وان هو لا يستحق مثلا ان هو يكون قائد. دايما بتحسسوه ان هو ايه، انت ما تعملش كذا الا لما تقول لنا، انت ما تروحش هناك الا لما تقول لنا، ما تاكلش لما تقول لنا، ما تشربش لما تقول لنا، او مثلا اللي انا اقوله لك بس هو اللي يتنفذ، ما تعملش حاجة من دماغك، ما انت مش عارف ايه، ما يعني نتحسس انه هو آلة بتشتغل فقط، بتنفذ الاوامر فقط. فده هيولد جواه ايه، ان انا مش قائد، او خلينا نقول ان انا جندي بنفذ اوامر فقط. محيت من دماغه فكرة ان هو يكون قائد، يعني اللي هو قادر ياخد قرار، بلاش قائد يا عم، قادر ان هو ياخد قرار، بتمحي من شخصيته الجزئية دي. فدايما هيبص لنفسه ان هو محتاج حد ياخد له قرار، محتاج بقى مامته تاخد له قرار، باباه ياخد له قرار، لما يخطب خطيبته تاخد له قرار، مراته تاخد له قرار، صاحبه ياخد له قرار، مش هو صاحب القرار، المهم ان هو مش صاحب القرار. فانت بنيت جواه الفكرة دي، فده عامل مؤثر. عيلتك ونظرة عيلتك ليك وتأثيرهم عليك أثناء فترة تكوين شخصيتك وشخصيتك من وانت صغيرة لحد ما توصلي 17-18 سنة أو 15 سنة على حسب الفترة يعني. فخلال الفترة دي انت ايه قلنا بيكون الشخصية، ايه عامل تاني ممكن يأثر برضو يعني ايه، انا عامل مثلا معاملة اصحابك ليك، معاملة مش عارف اللي حواليك، البيئة، تمام، مع العيلة البيئة. انا ليه ذكرت العيلة بالظبط؟ عشان هي دي اكتر عامل قوي في موضوع البيئة اللي حواليك اللي ممكن تأثر عليك، هي العيلة. خلينا ناخد العيلة بقى والبيئة المحيطة، ده عامل. في عامل تاني هو الحاجات اللي انت، الانشطة اللي بتمارسها اثناء فترة تكوين شخصيتك. يعني خلال مثلا وانت طفل لحد 17-18 سنة انت ما كنتش بتعمل حاجة في حياتك غير المدرسة فقط، وحتى داخل المدرسة ما كنتش بتعمل حاجة غير التعليم، الكراسة والقلم فقط، ما بتعملش حاجة تاني، ما فيش اي انشطة مدرسية بتعملها، انشطة طلابية بتعملها، ما فيش رياضة بتلعبها بره المدرسة او جوه المدرسة، ما فيش رحلات بتحاول تشارك فيها، رحلات كتيرة، مش مثلا رحلة كل سنة، لا، رحلات كتيرة بتشارك فيها، لا. بص انت ما بتعملش حاجة، الأنشطة اللي انت المفروض تمارسها في الفترة دي ما بتمارسهاش. فطيب لو عملنا العكس بقى، بيلعب رياضة، وخصوصا لو رياضة قتالية مثلا، دي بتقوي الشخصية جدا، الرياضات القتالية اثناء فترة، يا عم اثناء الفترة دي بس، يبقى لعب ابنك فترة طويلة شوية كده رياضة قتالية، فرياضة قتالية او رياضة عموما، أنشطة طلابية، مش عارف، رسم، كذا أنشطة مختلفة، هتبدأ تكون شخصيته خلال الفترة دي. وانت دي نوعا ما متحكم فيها شوية، انت ممكن في المدرسة حتى لو اهلك مش عايزين يلعبوك رياضة، او اهلك مش عايزين يلعبوك رياضة، تلعبي مثلا مش عايزينك تلعبي كاراتيه، كورة، كونغ فو، اي رياضة يعني، اي حاجة. انا ذكرت الحاجة اللي انا فيها الكاراتيه مثلا، فمش عايزين يلعبوك كاراتيه، خلاص تعالي في المدرسة مثلا شاركي في الانشطة الطلابية، شاركي في مش عارف ايه، حاولي تقنعيهم، حاولي كذا، فاهمه يعني، نمشي امورنا. اصلا انا مش بقول لك ايه بقى، انا مش جاي هنا اناقش فكره تعنت الاهل في قصاد ابنتهم الانثى وضد المراه والكلام، انا مش بتكلم في الفكره دي، انا بتكلم في ازاي بقى نتعامل مع الموقف. احنا خلاص قدام الامر الواقع، ازاي نتعامل مع الموقف بقى كده. عاملين مؤثرين على نظرتك، او عاملين مؤثرين على توليد الفكرة جواك، توليد نظرتك لنفسك جواك. احنا قلنا توليد الفكرة بيجي من توليد النظرة، تاني الفكرة، توليد نظرتك لنفسك بيجي منين؟ بيجي من الانجازات اللي بتعملها، ومن الاهداف اللي انت حاططها لنفسك، ومن حبك لنفسك. طب ايه العوامل المؤثرة على توليد الفكرة؟
أثناء الطفولة وأثناء المراحل بداية الحياة بيبقى فيه العيلة وده أنت مش متحكم فيه جامد، وفي الناحية التانية الأنشطة اللي أنت بتمارسها أثناء فترة بداية حياتك كلها، يعني من سن الـ young adult وسن المراهقة وقبل المراهقة وبعد المراهقة بسيكة بسيطة، الأنشطة اللي أنت بتمارسها دي أنت نوعا ما متحكم فيها شوية، فدول عاملينهم. طيب احنا كده خلصنا اول فكرة، نظرتك لنفسك تولدها والمؤثرات والكلام الجميل ده كله. نيجي بقى ان نظرة غيرك ليك. احنا وصلنا لكم؟ احنا تلت ساعة تقريبا او في الحدود دي. عاوز اسيب نظرة غيرك ليك لفيديو جاي، ولا اقوله بص انت ممكن تاخد بريك، انا هسمح لك تاخد بريك دقيقتين وترجع تكمل، وقف الفيديو وارجع كمل، اسمع الفيديو لحد النهاية. انا اخد جزء نظرة غيرك ليك دي في حاجة بسيطة خالص. احنا كده خلصنا اول جزء نظرتك لنفسك، تاني جزء نظرة غيرك ليك. ازاي بقى بتتولد جوه دماغ الناس نظرة عنك، الصورة اللي بيشوفوك بيها بتيجي ازاي، اتعامل معها ازاي، اغيرها ازاي، اغير نظرة الناس ليا ازاي، اولد نظرة جديدة ازاي جواهم جوا دماغهم عني. الحاجات دي كلها هنتكلم فيها شوية يعني دلوقتي، بس بايه، باختصار كده بسيط، يعني مش باختصار قوي. يعني اول حاجة بتيجي ازاي نظرتك او نظرة غيرك ليك بتيجي ازاي؟ بتيجي اول حاجة انها بتيجي عن طريق نظرتك لنفسك. ازاي؟ مش فاهم يعني ايه نظرة الناس ليا بتيجي عن طريق نظرتي لنفسي. ما ايه ده؟ لا مش مقتنع. بص دلوقتي انت مثلا شايف نفسك ان انت شخص ضعيف الشخصية، ما بتقدرش تاخد قرار، الناس اللي حواليك يا ترى هيشوفوك ازاي؟ يعني انت دايما بتروح تسال واحد اعمل ايه في كذا كذا، اعمل ايه في كذا، كل ما يبقى عندك قرار هيبقى شايفك ايه؟ هيبقى شايفك شخص انقيادي تقاد، يعني محتاج قائد يوجهك. انا مش بقول ده عيب على فكره، في يعني عادي ممكن الانسان يبقى كده او ممكن ياخد اراء الناس، بس انا بتكلم في لو نظر انت بقى بتوريهم نفسك ايه ازاي. نظرتك لنفسك بتديلهم انطباع عنك، ده اول حاجه. انت لما بتبقى شايف نفسك مثلا ومش عارف ايه وبتاخد قرار وكذا وكذا وبتقدر تعمل كذا وبتقدر تعمل كذا وبتقدر تعمل الحاجات دي كلها، فهتحس هتدي للناس انطباع ان انت عندك هيبه، عندك قيمه، عندك كذا، قوي، بتقدر تعمل، بتقدر تساوي الحاجات دي كلها، فهيدخل جوه دماغهم صورة عنك ان انت شخص قائد، شخص قوي، شخص بتعرف تاخد قرار، شخص متميز، مؤثر على اللي حواليك، مؤثر على حياتك انت ذات نفسك. فبتظهر ايه هيبتك وقيمتك اللي انت شايف نفسك بيهم قدام الناس في معاملتهم ليك. يعني قيمتك وهيبتك اللي انت شايف نفسك بيهم انت مش بتظهرهم على حد، انت مش بتروح لحد وتظهر له ايه انا جامد، انا مش عارف ايه، انا كذا، لا، انت الهيبة والقيمة اللي انت حاسس نفسك بيهم دي بتظهر من معاملتهم ليك. انت شوف بيعاملوك ازاي وهتعرف قيمتك وهيبتك ازاي. اعمل لنفسك هيبة وقيمة جواك وتعامل بيهم، هتلاقي معاملتهم على قد القيمة والهيبة اللي انت حاططها لنفسك جواك. تمام؟ طيب احنا قلنا اول حتة بتيجي ازاي نظرة الناس لينا، عن طريق نظرتنا لنفسنا، ده اول حاجة. والدي بيتصل بي، نكنسل وارد عليك يا حاج بعد ما خلص التصوير. انا مش هعمل مونتاج خلاص هيزعل مني بقى لما يشوف الحلقه. ازاي تاني حاجه ممكن نتكلم عليها انك انت، باول حاجه ازاي بتيجي نظره الناس لينا
عن طريق نظرتنا لنفسنا. تاني حاجة ازاي ما تهزش لو انت بقى خلاص بقى انت جامد وهبتك ومش عارف ايه والكلام ده وقيمتك كبيرة والكلام ده كله، ازاي بقى ما تهزش صورتك الجامدة الحلوة دي قدام الناس؟ بص، اول حاجة الضعف، اوعى تظهر ضعفك قدام حد انت مش واثق فيه. الموضوع ده كريتيكال جدا جدا جدا، كريتيكال قوي. ضعفك جواك، ضعفك قدام نفسك فقط قدام ربنا. لو عايز تحط امك، ابوك، اختك، اخوك، ويا ريت بلاش، يا ريت بلاش، بس لو اضطريت يعني انت مش خلاص عايز تحكي لحد، ممكن تختار حد من دول اللي انت واثق جدا انهم عمرهم ما يطلعوا حاجه زي كده ولا يظهروا حاجه زي كده. فضعفك ثم ضعفك ثم ضعفك جواك اكتر حاجه بتقلل قيمه الانسان وبتهز صورته قدام اللي حواليه وقدام الناس اللي هم اساسا اللي هم هو اللي انا مثلا محتاج اكون صوره جوه شخص، جوه دماغ شخص، ان انا واحد مثلا ايه كاريزماتيك بقى وجامد ومش عارف ايه. اوعى تظهر ضعفك قدامه ولا تحكي موقف يظهر ضعفك قدامه. ما تحكيش ضعف يا اخي، ضعفك ده جواك قدام ربنا في الصلاة مع حد انت واثق فيه من عيلتك من دمك. ده ايه ازاي ما تهزش نظرة الناس فيك لو كانت جامدة وحلوة والكلام الجميل ده كله. طب ازاي تغير لو انت يعني ايه يعني نظرة الناس ليك مش اجمد حاجة ومش حلوة؟ ازاي بقى تغير نظرة الناس ليك لو نظرتهم مش كويسة او مش زي ما انت محابب؟ اولا اقعد فترة كده، يعني الموضوع ده مجرب بالنسبة لي، اقعد فترة كده غايب عنهم، ما تتكلمش، ما تفتحش كلام، ابعد خالص الفترة دي وغيب عنهم لفترة طويلة، و ارجع بس ارجع بشيء اللي هو ايه، انا مش راجع عشان افتحك في حاجة او مش راجع عشان اكلمك، انا راجع بالصدفة بالصدفة او مش عارف او في حاجة حصلت فانا راجع عشان اسأل عن الحاجة دي فقط. ما تظهرش ان انت راجع عشانه هو، ده واحد. ابدأ عامل بطريقة مختلفة، ابدأ بقى حط الحاجات اللي انت عايز تظهرها له. انا شخص كاريزماتيك، ابدأ شوف الكاريزما بتتعمل ازاي وازاي يكون عندك كاريزما في المعاملة والجمدان والكلام ده كله، وابدأ اتعامل معاه بالطرق دي. ده ايه، ابدأ بقى حط الصورة اللي جواه بقى، ابدأ اخلق الصورة. طيب ايه فايدة الفترة اللي انا غبت فيها؟ فايدة الفترة اللي انا غبت فيها دي هو ان انا امحي الصورة القديمة، اخليه ينساها، اخليه تبعد عن دماغه شوية عشان ارجع له بالصورة الجديدة، فكأني بخلق له صورة جديدة عن نفسي جواه. تمام. اخر احنا كده قلنا الحمد لله، انا اختصرت الشوية دول، نظرة غيرك ليك بتيجي ازاي والكلام ده كله. اخر حاجة بقى حابب اتكلم عنها، وفاضل قد ايه؟ فاضل حوالي دقيقة. اخر حاجة حابب اتكلم عنها هي قوة الكلمة. الكلمة، اللسان، الكلام اللي انت بتقوله للشخص اللي قدامك هو اقوى حاجة تقدر تكون شخصية جواك. ان انت تقول جملة وتقول كلام يعبر عن قوة، يعبر عن كاريزما، يعبر عن فالكلمة، الكلمة والمعاملة، الكلمة والمعاملة، خصوصا الكلمة. الكلمة اللي انت بتقولها هي دي اللي هتعبر عنك وعن شخصيتك. قلت الكلمة، فانت اكتر حاجة محتاج تعملها او تظبطها مع نفسك الكلمة. اتعلم ازاي تتكلم، مش عيب، اتعلم ازاي تتكلم وتأثر على اللي حواليك بالكلام. اتعلم من اكتر الحاجات المفيدة جدا في صناعة الكلمة او ان انت يبقى كلامك كويس، هو خلاص فاضل ثواني، هو ان انت تتعلم الشعر، اقرأ شعر كتير هيأثر. بس اتمنى اكون كنت خفيف عليكم والفيديو يكون لذيذ. بس كان معكم محمد حمدي من بيكونيا، السلام عليكم.